ذكرى. إلهي، يا عالما بمثاقيل الجبال ومكاييل وعدد قطر الأمطار وورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. ومن أقرب ما يستفيده الإنسان إذا علم أن ربه سبحانه وتعالى له العلم المطلق وأنه عالم الغيب والشهادة، هذا مباشرة يسكب في قلبه من التواضع الشيء العظيم. نعم، يتواضع. فالإنسان كلما زاد علمه، كلما عرف جهله ونقصه وتقصيره في حق هذا العليم سبحانه وتعالى. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كلما أثني على علمه قال: ليس مني شيء ولا بي شيء ولا عندي شيء، إنما الفضل كله بيد الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي على المؤمن دائما يردد أن ليس عنده شيء، كل ما قد يؤتاه الإنسان من علم أو فضل إنما هو من عند الله عز وجل الذي تفضل على من شاء من خلقه. الإنسان ما الذي علمه؟ إنما علمه هذا الإنسان ما هو إلا كشيء يسير في الشاطئ أمام هذا البحر الخضم، إنما هو تصفح يسير في كتاب واحد أمام مكتبة تحوي مئات الألوف من الكتب. فعلم الله عز وجل هو الذي قد شمل كل شيء، وليس هناك علم في الوجود إلا هو شيء من علم الله الذي أذن فيه لخلقه. ولذلك إذا زاد الإنسان في علمه زادت معرفته بربه سبحانه وتعالى العليم عز وجل، فأورث ذلك خشية وتواضعا في قلبه. ولهذا كان العارفون بالله والعلماء رحمهم الله تعالى يعرفون هذه الحقيقة الإيمانية الكبرى، ألا وهو تعلقهم بربهم سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب. فتجدهم يحرصون كل الحرص على أن يتعلموا العلم، مراقبين لربهم، داعين أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى العلم النافع الذي ينفعهم. ولذلك حصر الله سبحانه وتعالى هذه الثمرة في أولئك العلماء الربانيين، فقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومما ينبغي أن لا يغفل في جانب تذكر علم الله تبارك وتعالى أنه ينبغي أن يكون دافعا لإصلاح المقاصد وإصلاح النية. فإذا علمت أن الله عليم أخلصت نيتك وأصلحت سريرتك، تستطيع أن تخدع كثيرا ممن حولك، لكن لا يقدر أحد على أن يخدع الله. يقول الله جل وعلا في حق أهل معصيته: يخادعون الله وهو خادعهم. ينبغي عليك يا عبد الله إذا تذكرت ساعة علم الله أن تجدد نيتك لتجعل عملك لوجهه، فلا تقصد به الآخرين، لأنه هو الذي يعلم دافعك وهو الذي يعلم مبعثك لأداء العمل. قد يكون بتلونك في الخطاب وتبدلك في الرأي وإضمارك ما لا تريد أن تجهر به سبيلا إلى نيل الكثير من المقاصد الدنيوية، لكن ما عند الله لا يطلب إلا بصلاح السريرة وصدق النية مع التقوى والصبر، كما قال الصديق يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن تذكر صفة علم الله عز وجل الشامل لما عليه الإنسان مدعاة لإصلاح نيتك وتصفيتها من الشوائب التي ربما تعلق بها. يا من علمت أن الله تعالى مطلع على حركاتك وسكناتك وعالم بهفواتك وزلاتك، لا يخفى عليه شيء من أحوالك ولا يغيب عنه حال من حالك، أترى حسبت نفسك حساب العاقلين فقلت: يا نفس، إلهك وخالقك تعالى في ثنائه رقيب على حركاتك وسكناتك، مطلع على تقصيرك وهفواتك، فتيقظي تيقظ الطائعين
وحاولي أن تكوني من الناجين. حياؤك من فاطر الأكوان جل ثناؤه أولى بك، وتعظيمك لمراقبته أصلح لحالك. عليك أن تتأمل كثيرا، وأنت كذلك عليك أن تتأمل كثيرا يا أختي المسلمة. ونحن نستحضر اسم الله سبحانه وتعالى العليم، أن الله عز وجل ساتر علينا، فالله عز وجل عليم، عليم بخطأنا ومعصيتنا وإجرامنا. ذاك الذي سرق الله سبحانه وتعالى يعلم سرقته، ذاك الذي أخطأ الذي شرب الخمر، هذا الإنسان الذي يعلم أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو مع ذلك يبارزه بالمعاصي ويستره الله عز وجل. أفلا يعجب من عظيم فضل الله على خلقه؟ ألا يعجب من عظيم رحمته في التعامل مع عباده؟ سبحان الله العظيم، يعلم حالك ويسترك، ولئن تبت غفرها الله لك. الله سبحانه وتعالى يحب أن يمهل عبده، عل هذا العبد أن يعود، إلا أن يعاند هذا العبد فيهتك ستر الله عز وجل عليه. الله يستر عليه في الليل وهو يصبح وقد هتك ستر الله عز وجل عليه. يا عبد الله، رب وخالق يعلم ذوات ما في الصدور، أفلا يستحى منك؟ أفلا يتقى؟ أفلا يخشى منه؟